السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الصفحه 15 من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي المستوى الثاني ابتدائي. لو تيم اللي كندرسو هو ما في سكولير، حياتي المدرسيه. عندنا درس ديال ليكتور، القراءه، نتعرفوا على حرف بي بي بي. هذه كتابه كي كنكتبوا بي في الدفتر هكا بحال ال، كنجيبوا لنا ندوروها هنا بي في الليبر كي كيفاش كنلقاوها بحال هادي بحال هادي بحال هادي. هنا بي ماجوسكيل يعني بي كبيرة كيفاش كتكتب بي أ إي بي بي أ أ إي إي. جوبسيرف إي جولي، ألاحظ وأقرأ. شنو كتلاحظوا هنا؟ c'est un ballon، انها كره. c'est un ballon. قال لك الجمله قال لك le ballon le ballon fait des bonds le ballon fait des bonds le ballon fait des bonds. شنو هما لي بون؟ هما القيزات كيت بومبا. علاش كنقول كاب بومبا كيت بومبا دي بون؟ لو بالون بالون كيت بومبا في دي بون. اذا كتلاحظوا فينا هو هنا في الجمله الحرف بي فين شفتو؟ شلنا هنا هو باللون الاحمر لو بالون با في دي بون بون. شفتو بالون بالون؟ شتي بي موراها كتقرا با با لون با با. شتي بي موراها ا كتقرا با. هنا بون بون بي موراها اون اون بون. هاي هنا بون بون. خلاص هاد دي و اس ما كيتقراوش، واضح؟ ندوزو للتمرين الاول. لاحظوا مزيان، شوفوا معايا مزيان واش نطلب منا في التمرين الاول. يلك جو جو او دي، كنلعب بالدادوس. هذا هو لو دي والدادوس اللي كيلعبوا به بابشي ولا شي. قالك كنلعب بهذا الدادوس هذا. جو لي لي لتر، كنقرا هاد الحروف. جو فورم او اكون دي سيلاب، او كنكون واحد المقطع صوتي هنايا من خلال دوك الحروف اللي عاطيني هما. ياك مثلا هنا الحرف شنو عندنا؟ بي. الا زدنا عليها اش كتولي؟ هات لا نقصي مع كلهم بوحدهم كتقول بي ا بي ا، ولكن ما قطعتيش ولا قلتيهم كتقول بي ا با با. فهمت؟ بي ا با بي او. شحال تقول؟ بي او بي او بو بو. شتي هنا بي موراها اي بي بلاقيهم بلاقيهم خيطهم كتقول بي بي بي. فهمت؟ اذا نكتبوهم با. شتو هادي بو، وهادي بي. با بو بي با بو بي بك على بي مشى الخيمة سرق الحيمة. هانت بي مع ا با، بي مع او بو، بي مع اي بي بي. لاحظتوا هادو راه بحال كتشكل الفرنسيه. ا بحال درتي الفتحه بالبا، او بحال درتي هاد الضمه، اي بحال درتي الكسره بالبا. با بو بي. ياك ندوزو دابا للتمرين الثاني نشوف شنو مطلوب فيه. قالك جو لي اي جونتور لا لاتر بي، نقرا وندور على فين ما بغيتي بي دور عليها وقرا لي هادو. هادو اش كيتسموا هادو؟ دي بانان دي بانان. اذا كانت بانانه وحده نقولوا اون بانان، ولكن ملي كاينه بزاف كنقولوا دي بانان دي بانان دي بانان دي بانان. البانان اون ابي جوج ال ما وسط دو فويا كتقرا يا يا
une abeille, واحد نحلة. une abeille. هذا الميزان. une balance. هات بي موراها كتقرا با، ال موراها اون كتقرا اون، بالون لونس، هاد او ما كتقراش بخ. une balance. ميزان. نعاودوهم. دي بانان. فين هو بي ندورو عليه؟ هو هذا دي بانان. هنا بيف كاينه هي هذه. اون ابي. دوروا على البي، شفتوها هنا. اون بالونس. دوروا على البي، واضح. ندوزو دابا التمرين رقم 3، نشوفوا شنو مطلوب منا. قال لك جونتور، وكندور نسمع اونتور يعني كدير دائره. جونتور لي مو، الكلمات، ندور على الكلمات كي كونتيان، لي كتضمن، لي فيها لا لتر. لا لتر هي الحرف، هنا حرف اللي كندرسو هو بي. عقلوا عليه مزيان، بي. شوف كي كتكتب، اذا فين هو الكلمات اللي فيهم بي؟ شوف مزيان هذه كي كتكتب، شوفها فين كاينه. احنا حصلنا وحده دي هذه، واش فيها؟ لا، شوف هذه هي، وهذه فيها شحال؟ فيها جوج، وحده جوج. نعاود بي في كاينه هنا ما كايناش، كاينه هنا، وهنا كاينه جوج. نقراوهم وعاد ندور على الكلمات. ان بالون. لاحظت واحد المساله مهمه هنا، مطلوب منا هنا كتدور على الحرف. هنا راه قال لك جونتور لي مو، الكلمة، ندور على الكلمة كاملة. ان بالون، إذا هذه فيها، إذا ندور على الكلمة كاملة ماشي على الحرف بي. لأن قال لك جونتور لي مو، الكلمات ماشي على لاتخ. ان فيلو. لاحظتي؟ ان فيلو، بيسكليت، ما فيهاش بي. ان باتو، فيها بي هي، ندور عليها. ان بي بي. تلاحظوا هذه كتقرا اي. ان بي بي هو دري صغير رضيع. ان بي بي. عاودوهم. ان بالون، ان فيلو، ان باتو، ان بي بي. ان بي بي. دوزو تمارين رقم 4. Et je complète et je lis. J'écris des mots avec les syllabes. نكتب كلمات بهذه المقاطع الصوتية اللي كاينة هنا. ياك؟ إذا هنا نلاقيوهم. باتو. هو اللي شفنا. يعني زورق نلاقيوهم. باتو. بال هي الكرة، بحال بالون. بال كرة. هنا أباي نحلة. شو شحال مقطع صوتي فيها؟ ثلاثة، هادو فيهم عي جوج. باتو. هنا بال. أباي. هما جوج آلات كيتقراو يا بوز دو فويال، جوج حروف عيلة. أغبغ، لا تفكرتو شنو هي أغبغ؟ هي شجرة. أغبغ، النغبغ، شجرة. أباي هي، يلا قول أباي شنو هي؟ هي نحلة. من أباي شفناها الفوق. باتو هو شفناه هنا، أعرب ولا زورق.
اما الكب بال هي كرة بحالها بحال هاد ان بالون ان بالون ان بالون مذكر ان بال مؤنث. هذه الصفحة 15 كملناها انتهى.